كتير واجهت تحديات مثل كل العالم يعني، بس بحكي عن حالي. التحديات اللي حسيت فيها هو ضغط نفسي أول شيء، لأنه صار في عندك الحظر. مع الحظر ما عاد في مجال أنت أساسا تطلع تغير جو، تاخذ يعني. أنا بالنسبة لي ابني صار في كتير ضغط، أنا صرت أحس حالي ما عم بقعد معه كتير، لأنه وقت عم بقعد اللي هو أيام الحظر عم بكون أساسا أنا مضغوطة شغل. صرت أحس حياتي إنه أنا مجرد شغل، في الصبح بروح على دوامي برجع من دوامي، بعدين على الساعة 9 بنيم الولد، يا دوب أشوفه ساعتين لأنه أنا حاطته بروضة يعني بحكم شغلي. من كتر ضغط العمل إنه أنت كل يوم كل يوم تشتغل، تحس إنه أنت بحاجة تاخذ يومين إجازة تطلع فيه وتغير مكان. هذا الشيء ما أنا موجود، أنت محصور ضمن إنه بدك حتى إذا طلعت بدك تطلع على بيت. الحياة الاجتماعية أول شيء بداية كورونا كان شوي الناس تقربت لبعضها، بس بعدين لا صرت أحس إنه لا العالم بعدت. صرت أحس حالي إنه أنا بدي أضل شوي لحالي. الجو الاجتماعي مع إنه أنا اجتماعية ما عم أحس إنه هو عم يريحني، صرت أحس إنه لا هو عبء علي كمان. فترة كورونا أعطتني مجال لحتى أقعد شوي مع حالي أكثر، أرتب أفكاري، لجأت لاختصاصي نفسي أنا، لأنه صرت أحس حالي إنه أنا صار في علي ضغط كتير كبير، ما عندي مساحة إني أرفه عن حالي أو إني حتى أسترخي. فلجأت للطبيب نفسي، عملت كذا جلسة ولسه متابعة يعني. بالشغل أحيانا إنه أخذت مرتين ثلاثة إجازة، بس مو دائما هذا الشيء متاح، لأنه بتراكم علي الشغل، فلا بفضل إني ضاع أشتغل أحسن ما إني أضغط حالي أكثر. القعدة بالبيت جائحة كورونا كانت بالنسبة لي كتير ضغطتني، أنا ماني بيتوتية أبدا أبدا. الحجر السبت والأحد، وبعدين إجا الحجر الثاني اللي هو صار السبت وأحد ومن الساعة 9، هذا كان دمار يعني. حتى أنا امبارح على قرارات اللي امبارح إنه هني فكوا الحظر، أنا اكتئبت. أنا اليوم فقت مكتئبة، لأنه أنا كموظفة في الصبح بروح برجع من شغلي الساعة 6، يا دوب آكل لأمي أرتاح بدي أطلع. أنا هلأ يعني الساعة 8 بدي أطلع من البيت، فأنا صار في علي حظر يعني. أنا صراحة ما استفدت شيء لا من المطاعم ولا من هاي الإجراءات، بالعكس زادت لي الضغط النفسي إنه يعني أنتوا شو، بالعكس أنتوا حسستوني إنه أنا آلة عمل، هاي الإجراءات مو لإلي ما بتناسبني أنا كموظفة.